مع أجواء الامتحانات اليوم اللي عم تتزامن مع شهر رمضان الكريم، كثير من الأهالي عم يستعدوا لشد أحزمة الأمان مع بدء الامتحانات. اليوم طبعا الأعباء زادت على الطلاب، فما بين الحلم اللي عم يرسم هالمرحلة الامتحانية وبين الطقوس المباركة، كثير من الأسئلة طبعا عم تظهر بهالوقت، وكيفية مواجهة الصعوبات وكل هالشيء نحن عارفه مع الباحثة الاجتماعية هيام ونوسي. سعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. أهلا في. صباح الخير ست هيام. بالبداية اليوم موضوعنا يمكن كتير مهم، بهم كل الأهالي وبهم عدد كبير من الطلاب، يعني مثل ما ذكرت زينب، بالتزامن مع قدوم الشهر الكريم الفحوصات البكالوريا رح تبلش، حالة من الستريس، حالة من العصبية. خلينا نحكي شوي كيف فينا يمكن نوافق شوي بين الصيام وبين الحالة النفسية تبعية الفحص وبين تقديم الفحص. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير، وابنائنا الطلبه ان شاء الله بالف خير، وسوريا بالف خير يا رب. هلا اذا بدايه بنقول انه الصيام هو الهدف منه ليس الامتناع عن الطعام والشراب، الهدف منه هو تربيه النفس وتهذيبها والارتقاء بها. اما شو المطلوب من الطلاب بهذه المرحله، انا برايي هذا سابع رمضان يمر علينا ونحن نعيش تحت رحل الحرب الظالمي. يعني المفروض نحن اعتدنا على هاي الظروف الصعبة، هو ربما نقدر أحيان معاناة الشباب أو معاناة الطلاب بهالمرحلة، بس أنه إذا بده يصوم الطالب صيام هدفه الصبر والجلد، يعني بيعلم تقوية النفس، تقوية الإرادة. لذلك هوني أنا ما بحط عذر هلأ حاليا للطلاب أبداً، المفروض أنه تعودوا خلال هالسبع سنوات على الصيام وعلى التوفيق ما بين دراستهم وما بين الصيام. يعني الطالب هو مثل ما بيقولوا طبيب نفسه، ممكن أنه ينظم وقته ويستطيع يوفق. إذا بده يصوم يحدد موعد دراسته مثلا ليلا، وبنهار ممكن يتفرغ مثلا للصيام، أو ممكن يأخذ بعض ساعات من النوم، مع أنه طالب الشهادة الثانوي يعني بعتقد أنه بحاجة للنوم ما بين 6 ساعات أو 8 ساعات. وحتى ممكن نحن كمان نحكي عن طلاب الجامعة، كمان امتحاناتهم على الأبواب يعني بالتزامن مع شهر رمضان، لذلك امتحانات عامة. نحن اليوم نتمنى لأبنائنا الطلاب التوفيق وبالنجاح بهذه المرحلة. يمكن مو بس بين التوفيق بين الدراسة والنوم، وأيضا التسلية اللي بتعرفيها أنه هي يمكن متاحة شوي بشهر رمضان عبر التلفزيون، حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كيف الطالب ينظم وقته فعلا حتى يقدر يستوعب الساعات اللي فيه فعلا يكون عقله صاحي ويستوعب؟ للأسف عم يكون شهر رمضان يعني شهر ترفيهي، عم يكون معجوق باللهجة العامة، يعني إنه في عجقة كتير، عجقة مسلسلات، عجقة سهر، عجقة طلعات خارج البيت، يعني إنه بيكون في شغل دائم. يعني الطالب هون المفروض يحاول إنه هي مرحلة امتحانه بتمر حتى لو ضمن هذا الشهر، يحاول يستغني عن بعض مثلا هواياته، عن بعض ملذاته الخاصة إذا بدنا نقول، يحاول أنه يكون همه الوحيد أنه يستطيع أنه يتوفق بالامتحان. يعني الأهل هون كمان لهم دور كبير، لأنه الأهل بشهر رمضان مثل ما بنعرف دائما التفكير بالأكل، شو بدنا نطبخ، شو بدنا نعمل، وين بدنا نروح. يعني هون الأهل المفروض يكون عون لأبنائهم بهاي المرحلة الصعبة بالنسبة للطالب، ما يكونوا عون عليهم، يعني يوقفوا يكونوا معهم ويساعدوهم. نعم. 6 أيام للطلاب الصايمين، شو هي أكثر فترة فيهم يدرسوا فيها، أو بتكون أكثر فترة هي تركيز؟ يعني في نظام غذائي كمان بيكون بشهر رمضان شوي متعب، إنه بعد الفطور شوي بيتعب من الأكل، وخلال فترة النهار الوقت الطويل كمان متعبة. أي أكثر فترة هي مناسبة للطلاب لحتى يمكن يشدوا فيها؟ هلا أنا إذا حكيت بشكل عام بالنسبة لأي فترة الأمثل للدراسة، بعض الدراسات بتقول إنه ممكن ساعات الفجر الأولى تكون هي أفضل ساعات التركيز، يعني هون الذهن بيكون متقد وصافي، وبيكون بسود جو من الهدوء، بيستطيع الطالب إنه يركز.
بعض الدراسات بتقول لا الدراسة ليلا هي الأجدى والأمثل، لأنه المعلومة هون تختزن بالعقل الباطن، هي حسب طبيعة الجسم. نعم المعلومة تختزن بالعقل الباطن وبتضل أنه بيستحضرها الطالب في صباح اليوم التالي إذا عنده امتحان. يعني دراستين متناقضتين. هلأ الطالب هو اللي بيستطيع ينظم وقته، أنا برأيي بعيدا عن دراستين ممكن هو مثلا بالنهار يخصص ساعات النوم، يعني ساعات نوم بالنهار، ويدرس فترة السحر. يعني مثل ما قلت أنه فترة الفجر كتير فترة هادئة وبتسعف الطالب أنه على التركيز أكثر. بفضل أنا الدراسة صباحاً. طيب شو دور الأهل هون؟ يعني إجت الامتحانات وإجا الناء وإجا الضغط حتى على الأهل اللي بيتحملوا مسؤولية من الضغط، لأنه فعلاً هاكلين هم أولادهم، كيف بدهم يأمنوا لهم جو من الراحة بهالأجواء اللي هي فيها شوي ضغط نفسي للطالب؟ للأسف نحن بالامتحانات عنا بمجتمعنا السوري أو ربما المجتمع العربي بشكل عام منحس إنه الأهل هن اللي عم يقدموا الامتحان، يعني وهن اللي حاملين هم الامتحان أكثر من أولادهم. حتى أنا لاحظت إنه بعض الأهل بيرافقوا أولادهم على الامتحان، يعني حتى بالمرحلة الثانوية بيقعدوا ممكن بجنين بينتظروهم. يعني هذا القلق وعند الأهل عم يخلي الطالب بحالة توتر وقلق. المفروض الأهل ما يشعر الطالب أبداً بهذا القلق والتوتر، لأنه عم ينتقل لإله هاي الطاقة السلبية عم يعطوه إياها من حيث لا يدرون. لذلك الأهل المفروض يكونوا هادئين، يأمنوا جو هدوء، جو مستقر، وقت الطالب يشعر بهذا الهدوء والاستقرار بالبيت أكيد هون رح يشعر بالطمأنينة وبالسكينة، يعني ممكن ينجز أكثر. لذلك الأهل المفروض واعيين لهي المرحلة، والمفروض ما يشعروا ابنهم أنه يعني أنه شهاد الامتحان شيء خطير كأنه مقدم على حرب. صحيح. يعني لا ننكر رهبة الامتحان، حتى نابليون الكل بيعرف أنه كان لا يهاب الحروب بينما يهاب الحرب، يهاب الامتحان. لذلك المفروض هون ما نشعر الأبناء أنه هاي المرحلة خطيرة، وإذا ما نجحت السنة معناها يعني أنه مستقبلك كله راح. لا، حتى لو فشل المفروض الفشل هذا يكون حافز للنجاح. يعني مثل ما بيقولوا الهبوط والصعود هو جزء من العمل التعلمي أو العملية التعلمية، في هبوط وفي صعود. المفروض هون نحن نحاول أنه حتى لو فشلوا أبنائنا نساعدهم على النجاح، وما تتوقف الحياة عند فشل بمادي أو فشل بامتحان. صحيح. يعني كمان في كتير من التفاصيل أو النصائح من قدمها أو منعلمهم إياها للطلاب قبل ما يدخلوا على الامتحان. خلينا شوي نحكي عن هدول التفاصيل، كيف مثلا لازم يفيقوا قبل بوقت، قديش حالة النشاط الذهني لازم تكون موجودة بس يدخلوا على القاعة، كيف لازم أسئلة الامتحان يقروها بالكامل أو سؤال سؤال. هدول التفاصيل الصغيرة يمكن كمان كتير بتأثر على الطلبة، وإذا ما عرف سؤال أو شو لازم يعمل. هلا أنا كأخصائي اجتماعي وتربوي وكأم فيني أول شيء ركز على الطالب من بداية العام الدراسي. دور الأهل هون إنه الطالب ما يهمل شيء وما يترك دروس تتراكم عليه لنهاية الامتحان، وبيجي وقت الامتحان بده يحاول ينجز هذا الكم الهائل من المنهاج. صح. طبعاً من البداية علينا إنه ننظم وقت أولادنا. إذا هني عاجزين عن ضبط وقتهم أو وضع برنامج، المفروض نحن نساعدهم نوضع لهم برنامج، حتى لو ما مشوا يعني ضمن البرنامج 100%، حتى لو 50% أوكي ممكن أنه نساعده على قليل يعرف أنه يخصص وقت للدراسة. وقت اللي بيدرس كل درس بدرسه بياخده أكيد هون رح يضل مخزون بالذاكرة ورح يسترجعه أو يستحضره وقت الامتحان. هلأ الطالب وقت اللي بيفوت على قاعة الامتحان المفروض أول شيء نوع من الهدوء، ما يكون متوتر، يعني ما بيخلو الأمر. بعض القلق مثل ما بيقولوا مفيد، يعني الشعور بالمسؤولية هوني. أما طالب اللامبالي أو الغير خائف أكيد معناها ما بيهمه الامتحان. لذلك أول ما بفوت الطالب المفروض يقعد دقيقتين يحاول هيك نوع من الاسترخاء، ما يكون بحالة توتر. وقت يسلم ورقة الأسئلة المفروض يقرأ سؤال سؤال. هلأ بعض الطلاب بيتصفحوا الأسئلة كلها، بيصابوا بإحباط أو نوع من الخوف إنه بعض الأسئلة ما بيقدروا يجاوبوا عليها. هلأ الطالب أو حتى إذا شافوا إنه واو الأسئلة سهلة بجوز على العبطة وعلى الفرحة
ما يجاوبوا بتركيز. صح، هلا بعض الطلاب المتفوقين احيان كمان بحسوا حالهم انه ما بيعرفوا يجاوبوا شيء، بينما وقت اللي بيرتاح شوي بيستحضر هاي المعلومات بذاكرته وبصير بيكتب. اهم شيء انه كل سؤال بسؤاله، ما نتصفح ورقه الاسئله دغري. وقت اللي بيلاقي الطالب انه في سؤال ما بيعرف يجاوب عليه، المفروض يتركه للاخر، ربما انه تستحضره الذاكره فيما بعد، يجاوب على الاسئله اللي بيعرفها ويترك اللي ما بيعرفه وبعدين يراجع ورقه الاسئله، ورقه اجابته كمان اكثر من مره، لانه الوقت بعتقد كافي لقراءه الاسئله والكتاب، يعني هناك وقت كافي، المفروض الطالب ما يتسرع. بعض الطلاب لأنه المخصصة نص ساعة تقريبا ممكن الطالب يسلم ورقته، بعض الطلاب بيكتبوا بسرعة وخلال نص ساعة بيكونوا طالعين، يعني له طبعا مع زملائهم أو مع رفقاتهم خارج البيت. المفروض نحن كأهل يكون عندنا مجموعة من النصائح قبل ما يتوجه ابننا على الامتحان، نوجهه كيف يتصرف. طب حكيتي يمكن مجموعة من النصائح لكل الطلاب اللي عندهم امتحانات، خلينا نحكي عن العادات الخاطئة اللي لازم الطالب والأهالي يديروا بالهم عليها قبل الامتحان. هلا مثل ما قلت انا دائما باكد على انه ما يترك الطالب تراكم بدروسه. ثانيا قبل الامتحان مباشره المفروض انه ما يتناول الطالب المهدئات او المنشطات او هذا المشروب الطاقه، ما بعرف هلا كمان كثير منتشر للاسف، مع العلم انه اثبت العلم انه كثير خطير، يعني كثير خطير، مفروض ما يتناول الطالب ابدا. ولا المنبهات، ممكن يعني قليل من المنبهات، فنجان قهوة يعني لا مانع، أو كأس شاي، أنا بأكد دائما على العصير الفريش إذا متوفر، أو حتى كأس من اللبن كتير مريح، يكون غذاء متوازن. طبعا هي مسؤولية الأهل، مو يعتمدوا على الأكل الجاهز أو الوجبات السريعة، مفروض يكون في وجبات ونوع من الفواكه أو عدة أنواع من الفواكه، خضار، يعني يكون غذاء صحي متوازن. طبعا هي مسؤولية الأم. نعم. يعني مسؤولية هي كتير مهمة. نعم أكيد، مع هالنصائح الأخيرة بنكون وصلنا لنهاية لقائنا. نحن نتشكرك كتير ست هيام ونوس، وأكيد بدنا نتمنى التوفيق لكل الطلاب يلي عم يقدموا ويلي رح يقدموا خلال بآخر الشهر على البكالوريا. نتمنى التوفيق للكل، وشو ما صار نحن قدو قدود، يعني إن شاء الله أخذنا هالسنة البكالوريا سنة الجاية نعم ناخذها. ونحن بنملك قوة الإرادة كشعب. صح. سوري يعني عاش حرب 7 سنوات، حرب ظالمة على البلد. نعم. لذلك اعتدنا، وهذا الامتحان نوع من التحدي أنا برأيي. صح. للعالم كله أنه نحن ما زلنا عم نروح على مدارسنا، عم نروح على جامعاتنا، عم نمارس حياتنا اليومية، ولا خوف على سوريا. أكيد. شكرا كثير. ان شاء الله طلابنا يكونوا قد التحدي، موفقين كل اللي عندهم امتحان. انا بدي اشكرك على وجودك معنا. شكرا لكم.